حاج ايوب من الفيوم. حاج ايوب، ايوه ازاي حضرتك؟ حضرتك منين في الفيوم؟ تمام، من مدينه الفيوم، وعندي ارض في صنهور. كنت اتصلت بحضرتك ساعه موضوع القمح يعني. ايوه استاذ سامح، دلوقتي بالنسبه للكينو، انا كنت برضو ايه، قبل ما حضرتك ما تتكلم، انا جبت كان في الجورنال ونزلت عن الموضوع ده. عايزين حلقه حضرتك عن مئات زراعتها ومدة زراعتها وكمية المية ونوع الأرض والحاجات دي بالتفصيل يعني. طب أنا هقول لك على حاجة، النهاردة الساعة 8 في برنامج الحصاد هتتفرج على كل المعاملات الزراعية المرتبطة بالكينوا. وهل هي شبيهة يعني بتتحسب زي القمح يعني؟ يعني هو شبيهة ليها، بس ما نقدرش نقول زيه. ما نقدرش نقول زيه، هي شبيهة للقمح، لكن النهارده زي ما بقول لك الساعة 8 مش بديلة للقمح. لا لا مش بديلة، ما هياش بديلة ابدا. كلمة بديلة دي بص، في زراعتها يعني هقول لك على حاجة، معلومة مهمة قوي دي انت اللي هتقول لي عليها مش انا اللي هقولها. النهارده الفلاح لما بيجي يزرع حاجة بتبقى غالية قوي عنده، يعني انت القطن زمان ليه مكانته لغايه دلوقتي ليه مكانته عند المصريين، بس لما حصل مشاكل الناس كانت يعني عندها قلق من تسويقه، انما القطن غالي عند الفلاح. القمح برضو الفلاح جدا. القمح الفلاح القطن القمح الفلاح بيحب يزرعه طبعا، ويقول لك ده مصدر خير. فلما حد يجي يقول لك اصل الكنوه دي بديله، هو عاوز يقلقك، عاوز يخوفك ان في حاجه عزيزه وغاليه عندك انت بتزرعها هتتمنع منها. الكلام ده مش صح، ده محصول مكمل، يعني ده يتزرع بجوار القمح، ما فيش استغناء عن القمح ابدا، ما فيش تقليل للمساحات. احنا الحمد لله عددنا بيزيد، احنا اللي محتاجين ان احنا ندور على مصادر للغذاء تكون مفيده لينا كمصريين. النهارده يا حاج ايوب انا بسال عشان كده حضرتك. انا بسال علشان كده، انا بعد كده بقارن ازرعها وايه اللي استفاد منها والحاجات صح. دي بس الكلام اللي انا قلته ده مظبوط بالنسبه لان الفلاح 100%. لا انا عايز اعرف الفلاح فعلا بيبقى عنده حب ومعزه كده لبعض المحاصيل؟ طبعا، بس بتختلف من محافظه لمحافظه يا استاذ. صح، زي عمليه كميه القمح عندنا اردبين 170 و150 خبر حضرتك. التجار بيعملوا كده يعني. لا سيبك من موضوع التجار ده، ما هو احنا 150. خلي بالك التجار لما وقفتوا الفلاحين وقفوا وقفه جامده قدامهم في القطن، والدوله الحمد لله تدخلت، كان قدرنا ان احنا ننجح مره اخرى في تسويق القطن. انما هو لما يبتدي يتاجر بيك وياخد زمان في الستينات والخمسينات. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك، بشكرك يا استاذ سامح. كان في حلقه كنت حضرتك عملتها مع الاستاذ علي محمود علي، كنت شفتها من مده من زمان، كان بيتكلم برضو على شجر اسمه النقل ومشاكل الزيتون ونوع اسمه الشامي والحاجات دي، بس شفتها في الاخر وما عرفتش اشوف الاعاده بتاعتها. اجيبها لك انا، ادور لك عليها. انت كان اصل انا عندي الشجر مانجو واخد بالك كبر، فبدل ما اعمل من جديد وبتاع، النهارده المناخ، انا اصلا متعلم ما شاء الله، المناخ متغير واخد بال حضرتك. ايوه، في الفيوم ضعيفه بالنسبه لنا يعني المانجو، فممكن الواحد بدل ما يجيب مانجا ويزرع تحتيها بنشوف الحاجات الجديده. هجيب لك الحلقه دي وهقول لك على ميعاد اذاعتها. عينيا يا حاج ايوب، واخد بال حضرتك. والزوبه برضه هل تنفع مثلا ان احنا مثلا انت مساحه الارض عندك قد ايه؟ انا عندي 10 فدادين ما شاء الله انا واخواتي، ربنا يبارك لك فيهم. واخواتي ومش مقسمين يعني على الشيوع كله ما شاء الله. ما الله يخليك، ده قوة، ده قوة، الاتحاد قوة. طبعا طبعا، انا قلت له لو كل واحد خد جزء وفدانين هنا وفدانين هنا. لا ما فيش، احنا انا ماسك الارض، هم عاملين لي توكيل وماسك الارض، وفي اخر السنة بوزع المحصول بما يرضي الله علينا. ربنا يبارك لكم يا رب، وان شاء الله المساحة تزيد كمان وتبقوا اقوى واجمل. الله يخليك وربنا يوفقك، بشكرك. وبعد اذنك عايز رقم حضرتك الخاص، معلش. لا عينيا، بشكرك الحاج ايوب من الفيوم.